السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الديسك فورج من المواقع القوية جدا، اللي جزء بسيط جدا من البرمجة زي الجافا سكريبت وهكذا، تقدر توصل لحاجات قوية جدا، تقدر تربط برامج وتديسك برامج تانية وتاخد مزايا حلوة جدا كتيرة. دلوقتي بس هنشوف جزء بسيط جدا، هو أبسط جزء اللي هو الفيور، إن أنت تقدر تعرض المنتج بتاعك على الإنترنت بشكل دوت بأدق التفاصيل. تمام اهوت، وتقدر تعمل لها روتيشن زي ما انت عايز. ولان اغلب متابعين القناة مهتمين بالبناء والتعمير والحاجات ديت، تمام، فخلينا نخرج من الجزء بتاع المكان دوت، تمام، ونختار مبنى مثلا من المباني اهوت. تقدر تعمل زوم عليه وتدخل جواه بأدق تفصيل. عندك ريفت هاوس اهوت، وفي مصنع زي ما شايف ان هو ملف خفيف جدا، تقدر تعرضه، الناس تقدر تشوف الشغل بتاعك بكل سهولة وببساطة جدا، و يعني بيشتغل على أغلب المتصفحات اللي موجودة. فيعني الناس اللي ناوية تدخل البرمجة تركز على موضوع الديسك فورج دوت، في فرص كتيرة جدا للشغل، لأن هو بيربط أكتر من سيستم ببعض.